من الأنبياء الأنبياء الله الله شموس الوجود وبالأصفياء الأصفياء الله الله بخلاص أهل الواح الأولياء المسلمين الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين الله الله يا إلهي يا أرحم الراحمين الراحمين الله الله بسر الكتاب القديم بحرمة طه الحبيب الأمين الأمين الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين يا الله المسلمين الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين الله 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 بآل نبيك أهل الكمال أهل الكمال الله الله بقايا البتول وسود الرجال المسلمين الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين الله الله تفضل علينا بنصر قريب نصر قريب الله الله تفضل علينا بنصر قريب نصر القريب الله الله ونور وفضل نوال سكيب بالسكيب الله الله بأهل القلوب أدرك يا مجيب يا مجيب الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين يا الله المسلمين الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين الله الله يا إلهي يا أرحم الراحمين الراحمين الله الله في سر الكتاب القديم المبين المبين المسلمين الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين الله 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 أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم دي ليلة مختلفة تماما ليلة روحانية يا رب تصفي النفوس ويفرج عن المسلمين في كل مكان برحب بالشيخ عبد القادر المرعشكي اهلا وسهلا بحضرتك وقبل ما تعرفنا بالاسره برحب بالاستاذ المنشد الدين المعروف مصطفى عاطف الشاب الوسيم الجميل المبتهل
بيسعدني انك تشاركني تقديم هذه الليله، ومش هيفوتنا ان احنا نسمع منك كمان صوتك العذب. شيخ عبد القادر، ممكن تعرفنا بابنائك وفرقتك واصحابك وكل حاجه؟ عندي ابن بنتي سيدي انس، ابن بنتي هوني، ابني صف محمد صفوان كمان الكبير، هذا الاصغر من الكبير. طيب عندي محمد ياسين اصغر من نص محمد صفوان. تمام. محمد رضوان هو الاكبر. بارك الله. نعم. محمد عيد. انت عندك كذا محمد بس كل محمدات سيدي. محمد عيد اسماء مركبه سيدي. محمد رضوان. بس كويس ان بيسمحوا لكم في سوريا بان يبقى محمد. نعم. محمديون ان شاء الله. محمديون الحمد لله دايما. ممكن تشرح لنا جات لك الفرقه دي الفكره وانك تعملها من اولادك كانوا صغيرين، عملت ايه يعني؟ والله هو قبل ما يعني قبل ما يكبر اولادي من 30 سنة كان يعني طبعا أنا بالنسبة لي يعني بأسرة دينية، كان والدي قبل يعني من صغر يعني إنشاد وقراءة قرآن وكذا، فسبحان الله من 30 سنة اجتمعنا ونحن والشباب عملنا هذه الفرقة، كانوا أولادي صغار. نعم. هلأ الشباب اللي كانوا معايا بالأول كلهم صاروا رؤساء فرق ما شاء الله في سوريا، بعدين اولادي كانوا صغيرين كبروا الحمد لله، كانوا بدات تحفظهم بقى وتعملوا إيه؟ ليالي في سوريا. في القاهره بقى لكم قد ايه؟ في سوريا لا في القاهره بقى لكم؟ القاهره يعني سنتين الا شوي. هل ده مرتبط بالاحداث في سوريا؟ اي نعم، من سنة 2012 ومصر فتحت زرعاتها وحضناكم ولا لا؟ طبعا الحمد لله. طبعا قاعدين في بلدنا يا سيدي. طبعا منورين بلدنا. الله يبارك فيك. اي والله. طيب يستمر البلد يا صحابي يا سيدي. مصطفى انت اخبارك ايه؟ انا زي الفل الحمد لله. بتعمل ايه اليومين دول؟ انا يعني مبسوط ان انا مع حضرتك ومع الساده الاساتذه. الانشاد في سوريا له طعم مختلف طبعا، وانا اليومين دول بعمل البوم ان شاء الله يعني ينزل قبل رمضان بايام، في لون مختلف من الانشاد والمديح، وفي افكار جديده بتكلم فيها مشاركه حاجه بقى عصرانه بقى والشباب علشان شاركت فيه استاذ بهاء الدين محمد واستاذ حمزه نمره واستاذ احمد عادل واستاذ عادل حقي كويس، كلها اسماء جميله يعني اساتذه كبار، فبحاول يعني اقدم شكل مختلف من الانشاد والمديح بيحمل فكره يعني في فكره كده في كل اغنيه. الوقت طويل وهنقول بس مش يعني هخرجك من كرسي المذيع دلوقتي وبعد شويه هخليك تاني صحيح. تدير الحوار، بس لازم نسمع منك حاجه. تحب تسمعنا ايه؟ عايزين ابتهال بصوتك الجميل كده نسمع. بسم الله. في بقعة من بقاع الارض طاهرة بدت جبالا وصحراء ووديانا، في بقاع الأرض طاهرة
خلق الله إنسانا. صلى الله عليه وسلم. الله الله عليه وسلم. ما شاء الله. إيه الجمال ده. لا ليلتنا شكلها جميل إن شاء الله. إن شاء الله. وبركاتكم بوجودكم. منورنا ومباركنا. بارك الله فيكم. طيب شيخ مصطفى تحب نسمع إيه؟ فرقة الرضوان. رضوان. فرقة الرضوان. شيخ عبد القادر نازل. ماشي. نسمع إيه؟ حلوين حلوين. سيدي عبد القادر اعرف انه فرقه سيدي عبد القادر المرعشلي مش بس بيغنوا على الطريقه الشاميه او الطريقه المصريه، بيغنوا على الطريقه التونسيه والمغربيه والتركيه كمان. التركيه ان شاء الله. فده رائع. هنشوف يعني كل الفنون، زي نسمع كل الالوان فعلا. طيب فرصه ان شاء الله. يا رسول الله يا من فضله سامي سماء، أنت خاتم الرسل حقا، فيك وجدي قد نما، فيك وجدي قد نما. يا ابن عبدي الليل أماني لأماني لأمان، يا ابن عبدي الليل أماني الأمان، يا ابن عبدي الله 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 الأمان، يا سيدي سيد ولد ولد عدنان، يا ابن عبدي الله الأمان، يا ابن عبدي الله الأمان، الأمان 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 إلى أمان إلى أمان إلى أمان.
يا طه الأمان. الطريح الذي وأنت
الرسول وأنظر وادي قباء قد بداني عيني وأشهد ذاك النخيل نبي الهدى محيا للردى سبحانك يا إلهي شهد عليا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا ونشاهد نور عياني ونروح الكعبة نطوف ونلبي شاهد نور الكعبة نطوف ونلبي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله 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 العظيم حب الله 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 العظيم الله قم وأنت يا المجرول بحب الله